السلام عليكم. قبل كم يوم تكلمت بالانستغرام عن سكين طارق بشير اللي هي معروفة السكين اللي وياي الحين، وتكلمت اني يعني مستحيل انا تعجبني السكين هذه، لكن اليوم جايب لكم سكين هم ألمانية اللي انا شاك تقريبا يعني 80% ان طارق بشير مقلدين سكينتهم هذه من هذه السكين الألمانية. لكن اول شيء اوريكم سكين طارق بشير، طبعا تجي بكيس سجل عليها طارق بشير، صناعتها طبعا باكستانية. تجي هذه السكين عندكم، يعني الغالب يعرفها، يجي طبعا تشطيبها مثل ما تشوفون هنا المسمار او البيم، يعني شغل يعني تحس انه شغل ورش عادية، يعني مو مصانع ولا شيء احترافي. والامام فيها يعني شوي يعني قوي بالنسبة لها، تعتبر بدون امان لكن فتحتها صعبة شوي، هاي تعطيها يعني ميزة. مثل ما تشوفون شلون تشطيبها، خلنا نسحب الزوم زيادة عشان تشوفون التشطيب. عندكم هني حتى مو مباين اسم طارق بشير، ولا هني مباين اسم طارق بشير، اسم الماركة. مثل ما تشوفون عندكم السواد اللي اول الراس هني، هذا من السن، يكون طبعا اذا الحجر سخن يحرق المعدن باللي نفس الطريقة هذه، يعني هني يكون احتمال انها تكون فاقدة حدتها او فاقدة صلابتها بالجزء هذا. والجهة الثانية مثل ما انتم شايفين هم بعد مو باين تقريبا، يعني باين الاسم احسن ما فيها يمكن خشبهم. وهني تشوف يعني تحس يعني طاقينها بمطرقة عادية، طرق عادي عشان يعطونها بس كذي، يعني شغل ورش عادية، يعني مو شغل احترافي بمصانع. هذه بخصوص الطارق بشير، طبعا افضل ما فيها سعرها، يعني مو حسافة، يعني تشتريها تكلم يعني بحدود تقريبا $3، يعني مو خسارة فيها. هذا الحين طارق بشير، وراح اوريكم السكين الألمانية اللي انا اجزم 80% انها طارق بشير مقلدين سكينهم هذه من الموديل هذا. هذه السكين اللي ويانا اليوم، شركة ألمانية طبعا، كل اللي مسجل عليها يا ألماني أوتر أو يعني هذا الاسم وياكم. وهذا شكل العلبة، ويجي منها فئتين. طبعا الكلمة هذه اللي بالألماني هني مسجلة معناتها انها يعني ضد الصدى اللي هي ستيل، وهني الكربون. وهذا اللي ويانا اليوم طبعا، هذا بعد الباركود اللي حاب يبحث عنها بالباركود. طبعا انا بس قبل اتكلم، هذه سعرها مثل ما قلنا دينار، وهذه سعرها مثل ما هو باين وياكم 21 دينار، يعني 20 ضعف سعر هذه العلبة. طبعا الشركة هذه عمرها تقريبا الحين تعدت 100 سنة. تجي هني السكين، هني بيانات السكين ومعلومات عن الشركة. طبعا الشركة ألمانية وصناعة ألمانية، من أرقى أماكن صناعات سويلينج، ومعطينك إياها الكيس هذا. طبعا داخله منديل مبلل بزيت خاص إنه يحفظ عن الصدى، تكلمت عن هذا بمقطع ثاني. مثل ما تشوفون هم بعد ميد إن جيرماني، وينفع للشغلات واجد، يعني حركة حلوة منهم. هذه السكين تجي بالتغليف هذا، هذه السكين اللي أنا بس. طبعا الفرق بينها إن هني فيها 3 قطع نحاسية عكس الطارق بشير. راح أوريكم تشطيبها شلون قبل لا أفتحها، في فرق. أسكر طارق بشير عشان يصير الفرق باين. الفرق واضح، وضح النهار والليل. خشبهم أجود من سكين طارق بشير. الجهة الثانية ما فيها النحاس، طبعا صناعتها ألمانية، فيها الحركة هذه هنا عندكم عند الأمان. طبعا فتحتها أسهل
وأخف من طارق بشير، لأن هي بالأساس سكين يعني بدون أمان. واللي أنا ماخذها اليوم وياي الكاربون ستيل، مثل ما انتم شايفين هني مسجل عليها جيرماني سويلينج شعار الشركة. وفرق يعني طبعا الجودة والشكل طبعا انا اخذت واحدة قريبة من الحجم عشان اقدر اقارن. نرجع شوي الزوم. هذه عندكم طارق بشير اللي فوق والألمانية اوتر تحت، تشوفون الفرق واضح. وانا حبيت اني يعني اوريكم الموديل السكينتين هذول عشان يعني توصل لكم الفكرة، لان انتم مثل ما انتم عارفين طارق بشير قلد حتى الاوكابي، وقلد يعني السكاكين غير الاوكابي، سكاكين واجد يعني قلدوهم. والحين حتى عندكم الاوبنل تقلد، طالع منها اوبنير مثل ما تكلم عنها اخوي ابو عمر عنده بالقناة، تكلم عن سكين الاوبنير يعني على رخص سعرها مقلدينها. فهذه عندكم الطارق بشير الباكستانية، وعندكم تحت الاوتر الألمانية من شركة من منطقة سويلنج اللي هي أقوى وأرقى أماكن تصنيع السكاكين في ألمانيا. مثل ما تشوفون داخل فيها قطع خشب أعتقد، توني انتبه لها هني فيها شيء. هذه أساسا حتى وسخت لي الأرضية هني، تشوفون قطع السواد هني إذا فتحته وسكرته هني في نفس البرادة أو زيت قديم. وهذا اللي عندي إن شاء الله اليوم، وإن شاء الله إن يكون أعجبكم المقارنة بين السكينتين هذول بين الأصلي والتقليد، أو إن شاء الله إنه يطلع مو تقليد، يطلع موديل من عندهم. ولا درم عن هذه، ما ودي أظلمهم، لكن فرق الجودة يبين لك يا السعر، ان السعر هذه سعر الألمانية ضعف سعر 20 ضعف طارق بشير الباكستانية. وانا للأمانة اخذت هذه راح احتفظ فيها يعني بس كذي يعني بدون استعمال، لان عجبتني صراحة. او شيء انها يعني شكلها قديم وكلاسيكي ومعروف، واخذتها عشان بس الاحتفاظ لا اكثر ولا اقل. وعندكم طارق بشير، وطارق بشير على فكرة ترى متوفرة بكل مكان، يعني بالذات عندنا في الكويت متوفرة. عندكم القناص اللي بالمنقف، وعندكم كوموفلاج بالشويخ متوفرة عندهم طارق بشير. وأوتر هذه متوفرة موجودة عند كوموفلاج في الشويخ، موجودة عنده كم حبة الحين. وهذا اللي عندي إن شاء الله، ويعطيكم العافية وآسف على الإطالة.